مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامجكم المحبوب الو شيف. لو يطلع عليكم دائما ويدخل لديكم اشهى الاطباق والوصفات عصريه او تقليديه مع الشيف يكونوا حاضرين معنا. ما نطوش عليكم بزاف باش تعرفوا على الوصفات النهار اليوم، طلبتوها بزاف وحبيتوا تشوفوها معنا. المنيو تاع النهار اليوم راه متنوع، فيه بزاف حاجات صحيه، فيه مكونات جد صحيه. كما على بالكم في المطبخ تاعنا ما استغناش على مارغارين ماني ولا جومبو ولا امير اللي راح يرافقوني طيله الموسم. من عندكم وصفه ولا استفسار ما عليكم غير تتصلوا بنا على الارقام الظاهره اسفل الشاشه، رانا هنا في انتظار اتصالاتكم وطلباتكم. مساء النور شيف. مساء الخير نيفين. واش راك لاباس؟ صباح لاباس، راك ملاحة؟ الحمد لله لاباس. مساء الخير مشاهدينا الكرام، إن شاء الله تكونوا ملاح وتقضوا معنا ساعة ونص من الزمن. اليوم جبت لكم ثلاثة وصفات طلبتوهم مني بزاف واللي هما ليفات، وجبت لكم وصفة تاع السونغلوتان اللي هي سلطة، وجبت لكم تحلية الليفرز. يعطيك الصحة شيف، الوصفات تاعنا كما شفتوها تقلياتال سلطه ثاني بزاف صحيه وتحليه تاع لي فريز، على بالنا بلي وقتها لازم نستفادوا من لي فريز خير ما يقعدوا هكاك. شاف اعطينا المكونات. والله جبت لكم اليوم وصفه لي تقلياتال، هذو راح نرافقهم مع فروماج ريكوتا والسلق مع الطون، هذو نميلونجيهم ونديرهم حشو لداخل في لي تقلياتال تاعي، ونحن نرافقهم ثاني مرق شامبينيون، نديروا شامبينيون بالبصل برك، هادو بعدين ندخلوهم في الفوق. فوالا هذه بالنسبه للوصفه الاولى تاعي. عندي وصفه ثانيه لسلطه الكينوا، هادو حبوب الكينوا فوالا مخلطين مع الارز الكامل الارز الاحمر، هذه مليحه، هذه سلطه اللي عندهم اللي ياكلوا الماكله سون غلوتان، هذه سون غلوتان تقدروا تاكلوها. انا راح نديرها مع طوماطيش، وعندي هنا طرشي الاحمر، ونروح نديرها مع لي زافوكا. فوالا هذه سلطه مليحه تقدروا ديروها وصحيه. وعندي لهنايا عندي الوصفه الثالثه، عندي تحليه لي فراز، دخل لي فراز ديجا تحليه لي فراز، راح نديرها في فيرين. فوالا نديرها في فيرين هكذا، نتوما على حساب واش عندكم لي فيرين في الدار. فوالا هذو هما الوصفات نهار اليوم نيفين. يعطيك الصحه شاف هشام. هلا تعرفنا على المقادير وعلى الوصفات لنا اليوم، يلا نبداو شاف. بسم الله نبداو. بسم الله الحاجه الاولى اللي نديروها، نديروا لي طاقلياتال تاعي يطيبوا. تفضل. نجيبوا قدره، ديجا راني مسخن الماء هنايا باش ما نضيعوش الوقت. طاقلياتال تاع نطيبوهم كيما طريقه تحضير لي فات، نطيبوهم 8 دقائق، ما طيبوهمش بزاف، طيبوهم 8 مينيت. ولا ما لقيتوش لي طاقلياتال هادو، ديروا الوصفه هذه تقدروا ديروها بالمقارون هذاك اللي يجي كي الكوكياج، يجي حبه كبيره. واش ديروا الكوكياج هذاك ثاني طيبوه 8 دقائق ومن بعد نحوه وديروا له الحشو هذا. راح نخدموا بالفروماج ريكوتا، هذا الفروماج من بعد في الاعداد القادمه ان شاء الله نوريكم كيفاش تخدموه، حاجه سهله ماشي واعره. صحيت. وانا نديروا الملح. تفضل جيب الملح. ونديروا الزيت لي تاكلياتين تاعنا، نحضروهم كيما نحضروا لي فات تاعنا، نفس الطريقة. نفس الطريقة، ما كاين حتى حاجة، نديروا لها شوية، ما تكثروش الملح بزاف، باسكو علاش الوصفة هذه فيها فوماج هذا مالح. مع نزيد نخدم لها نرافقها، نخدم صوص دو فوماج. داكور. والسلق تاني حنديروه لهايتو، يعني المكونات اللي حيكون تاني مالحين بزاف، كلش مالح. ديجا السلق اصلا هو يشد الملح، زيد الفروماج ريكوتا مالح، ونزيدو نخدمو صوص دو فروماج ثاني تكون مالح. صحيح. نديرو شويه زيت ونديرو يطلق ليا تاعي يطيبو. هادو هما ديجا لازم الماء يكون سخون قبل ما ديرو هادو، انا ديجا الماء راني مسخنه. انتوما كي تشوفوا الماء تاعكم سخن باش ديروا لي طاقلياتال تاعكم. ايوا كي درنا حضرنا ديجا من قبل لي بات معاهم شاف، وكنا قلنا لهم باللي حكيت تشوفوا الماء غلا لكم باش تكملوا ديروا الباقي. فوالا باش ما يتعجنوا لهمش. داكور. نزيدوا هذو. نروحوا نخدموا المارق تاعنا بالشامبينيون. نديروا شويه كميه تاع زيت. فوالا هكذا. نديرو معاها
نص حبه بصل ولا انتم على حسب الكميه اللي عندكم. مش راح ندير بزاف، ندير هكا غير نص حبه بصل، نديرها تتقلى مليح، نخلي البصله هذه تتقلى مليح حتى نشوفوها كوم كامل، باش نزيدوا لها شامبينيون. الشامبينيون فوالا عندي هنايا السلقه تاعي، واش ندلو؟ نجيبوا ريسيبيون كبير، تفضل. لهنا عندي زوج ربطات تاع السلق، شو ولا والو، زوج ربطات شوت السلق كيما نعرفوه مربي مربي فوالا، وانا السلق اللي فين انا ما نغلي ما نفورو فوالا. لا لا اللي فيت اوموا بصح السلق يولي والو. انا السلق واش ندير؟ توجور ندير مقله، ندير فيها شويه تاع الزيت ونقطع رقيق ونقليه هنايا، نقليه نحمصوه في المقله، ما ندي ما نغليه ما نفورو، راح يجي بزاف شباب. داكوغ فوالا. واش ندير هنا؟ عندي فخوماج هذا ريكوتا كيما قلت لكم، هذا كيفاش يتخدم دوك نقول لكم كيفاش يتخدم. كي تشرو الحليب ويكون الحليب تاعكم خاسر ما تقيسوهش، واش ديروا؟ ديروا له زوج مغارف تاع تاع القارص في الحليب هذاك، ومن بعد واش ديروا له؟ ديروا له الملح وخلوه يغلي، غير يغلي غير شو غير يبدا يغلي يولي حبيبات، حبيبات الفرماج هذاك. جيبوا ان شال، شال اللي يخرج منه الماء، ديروا هذاك الخليط كومبلي في الشال هذاك، ومن بعد واش ديروا؟ زيروه مليح وديروا له كاش بوا، ديروا له ديروه في كسكس وديروا له كاش بوا باش يقدر منه هذاك هذاك الماء تاعو. راح يخرج لكم، تخرج النتيجه تاعو هكذايا كما راكم تشوفوا فيه. بون هذا هذا انا شريته، هذا شريته انايا، مي هو الخدمه تاعو كما راني قلت لكم، مي راح ان شاء الله نديره لكم في الاعداد القادمه. داك فوالا شوف كيفاش يجي. هذا فيه ميلونج، فيه الثوم، فيه شويه ثوم هذايا كما راكم. شوف هشام يحب يطيب الفرماج، هذا اللي راني شاريه لهنايا، راح نخدم صوص دو فرماج، فاني تاع الثوم، نحب لي فرماج تاع الثوم. داك فوالا نخلطو هذاك الفرماج تاعي، نديرو كاع هكذايا باش نستبنو، نستبنو مليح. صحتكم. صحتكم ليكيب. صحتكم. نديرو كاع هيا ماشي خسارة، باش يجينا جينا الماكلة تاعنا شابة وبنينة. نخلطو مليح، نزيدو لها الطون. قبل أول اتصال، ألو مساء الخير. ألو. مساء النور. الو مساء النور، تفضلي. واش راكي؟ لاباس؟ الحمد لله. وانتوما لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. واش راكي مع الصحة؟ منا كي تصلي بينا؟ والله لاباس الحمد لله. الحمد لله يا ربي، منا كي تصلي بينا؟ أم سيلة بجاية. مرحبا بك، وناس بجاية خير الناس، شو الناس بجاية؟ الله يسلمك. لاباس بخير؟ لاباس الحمد لله، شكرا عليكم، وانتوما واش راكم معكم؟ والله غير الحمد لله نعمة. الحمد لله، راكم منورين ساعة. يسلمك حبيبة، نوركم. الله يسلمك. كاش وصفات؟ كاش ماكي حابة تشوفي معانا؟ والله غادي نتبعكم كل يوم. قلت لكم قعدوا دايما أوفياء، وحنا الوصفات وأنتم أوفياء، أنتم الشروق تي في وحنا الوصفات. معكم. الله يبارك، ربي يخليك لينا إن شاء الله. الحمد لله راكم تلبينا كامل الطلبات. ربي يخليكم لينا إن شاء الله ويخلينا عليكم. معليش طلب صغير. تفضلي طبعا. دير سيرت وجاتو بيدها اوفيسيال. شنو قاتلت ولا وليدها ويلعب قدامها كوكو عليها. فوالا معليش. للاسف كنا حابين نعرفوا من وصفه كي حابه تشوفوا تشوف معنا، لكن دائما نقول لكم كي تتصلوا بنا نقصوا لا تيلي، من فضلكم سمعونا من التليفون وبعدوا على لا تيلي، بعدوا على كلش باش ما نسمعوش لي باغازيت ونسمعوا بعدنا من فضلكم. تفضل شيف. واش نديرو نيفين؟ فوالا نديرو حبة بيض معاها لداخل. واش درت؟ زوج ربطات سلق قطعتهم رقاق، قليتهم، نقليهم نديرو غير شوية زيت حتى وين نشوفوهم ذبالو كاع هكذا. درتهم في ريسيبيون، واش درت معاهم؟ درت معاهم ديروا معاهم واحد 60 غرام ولا 70 غرام تاع فرماج ريكوتا. قلت لكم تقدروا تخدموه في الدار فرماج هذا، كيف سد لكم الحليب ولا تجوا تفور تغلوه ولا راح تشوفوه فاسد. واش زيدوا له؟ زيدوا له زوج مغارف تاع القهرس، وديروا له الملح مغرف تاع ملح، وخلوه يغلي، غير بدا يغلي يولي حبيبات. تنحوه تنحوه من النار، جيبوا ان شال مع كسكس، فرغوا الخليط تاعكم هذاك وغلقوا الشال تاعكم. راح يوريكم فرماج ديكوطا وصنع منزلي، يجي بزاف شباب.
واش درت انا؟ خلطته مع السلقه تاعي، زدت له دو بواط تاع طون، طون تاع الزيت. داكور. زدت له كميه صغيره تاع الملح. فوالا، نزيد له شويه تاع فلفل الكحل. وحبه تاع البيض. فوالا، هذا بالنسبه للخليط تاعي تاع السلق، هذا راح نرافقه مع لي طاكيلاتيل هذو. هذو كيغلو واش ندير انايا؟ نجيب ان بلا، نديرهم هكا مدورين كي العش. وداخل هذا لي طاكيلاتيل راح ندير هذا الخليط تاع السلق تاعي. راح يجيكم غراتان بزاف شباب. يعطيك الصحة شيف. نستقبلوا اتصال. الو، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، واش راكي؟ لاباس الحمد لله. كيف الصحة؟ لاباس الحمد لله. وانت؟ الحمد لله لاباس الحمد لله. يعطيكم الصحة. يسلمك حبيبتي، تعيشي؟ الحمد لله. منين كتصلي بينا؟ منين كتصلي الاخت؟ بجراح. مرحبا بك سعاد. والناس بجراح، شلون الناس بجراح؟ لاباس؟ الحمد لله. انتم والله غير بخير الحمد لله. سؤال عليكم. الحمد لله. كاش معكم طيبو؟ كاش معكم تجربوا؟ والله العظيم درت هذيك بسبوسه تاع سلفيسه ما شاء الله، خرجت لك هايله ما شاء الله. قولي لي بس كاني حابه نجربها. قولي لي بيعيني. قولي لي بس كاني حابه نجربها. والله هايله. شوفي جربي. هاي خلاص انتي قلتي بسبوسه. بسبوسه ايه ما شاء الله. يعطيك الصحة. الله يسلمك. صحتكم. انا نلبس بوسة على ضمانة الشيف وعلى ضمانتك نجربها. بوسة قاعدة يروها. كي رحت للدار هذاك النهار لقيت جواريني قاعدة يرينها. ان شاء الله. ان شاء الله. واش راكي حابة تشوفي معنا؟ والله العظيم راكم كيما يقولوا كثير وموقفين. يعطيكم الصحة. الحمد لله يا ربي. حبيت برك نقول كلمة تفيشة. وي ماشي مشكل. شراك خويا لاباس؟ لا غير الحمد لله. خطيتي ياك مليحة. الحمد لله. حبيت نقول لك بقاتي ما راك متواضع برك. لا الحمد لله. شوفي انا هشام يبقى هشام من بكري، هشام من في التلفزيون يبقى هشام ما يتبدلش. الحمد لله. الو. الو. ازيكي معنا؟ سمعتيه؟ سمعتيه صح؟ قلت لك انا ما نتبدلش اختي، انا هشام هشام. يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله. يسلمك، تعيشي حبيبتي، ربي يخليك. على خير. يعطيكم الصحة. سلامة. سلامة. ميرسي. هيا صح. صح. نرجع لك الشاف هشام مش دادو. غرتي؟ ابو تعال بك بينا ما عنديش الغيرة. على بالي نيفين خاطيها الغيرة. مي ذاك تغير معلي. بسيف. بسيف. واش نديرو؟ واش درت انا نخدمو كخام دو فروماج كيما نعرفو كخام دو فروماج نخدمها انايا. قبل ما نبداو لاكخام دو فروماج تاعنا شاف نروحو فاصل نرجعو ليكم، بقاو معنا باش نشوفو لاكخام دو فروماج كيفاش حضرها شاف هشام. مشاهدينا رجعنا لكم من بعد الفاصل القصير باش نبداو نحضروا لا كريم فرماج معاكم. فوالا، جبت عندي قدر هنا. واش درت فيه؟ درت فيه نص حبه بصل مرابيا، قليتها مليح مع شويه ملح فلفل الكحل وشويه تاع الكركم. زدت معاها 200 غرام تاع شامبينيون، زدت قليتهم ومن بعد مرقتهم غير شويه كما راكم تشوفوا فيها. مرقتهم حوالي كاس ونص هكاك تاع لاصوص تاع الماء. درت لها شويه تاع الملح ونخليها طيب. فوالا لهنا كريم دو فروماج تاعي. واش درت؟ درت كاس تاع كريم دو تفيد. فوالا اي اوتوماتيكمون لازم تفيد. نحول هذه. درت كاس تاع كريم ليكيد. عندي هنايا وحده فروماج تاع الثوم وعندي هنا فروماج تاع كرويير. فوالا انا نحب هكذايا. فوالا هكذايا. ونخلطوا الفرماج تاعنا هذا مليح. ديروا كميه، ديروا كميه مليحه تاع الفرماج باش تجيكم، باش تجيكم لاكريم شابه. باسكو هذه لاكريم واش ندير؟ كي يطيبوا لي طاكلياتيل تاعي هذو راني حنميلونجيها معاهم ومن بعد نديرهم قلت لكم كي العش هكذا في البلا وندير لافاكس تاعهم داخل السلق هذا اللي راني خادمه بالفرماج هذاك. ما راك خمس فرماج هنا شافوا فين حويحه ديرها. هذه نخلطها مع اللي طيب باش يجونا، باش يجونا مشمخين ما يجوش يابسين، ما يجوش جبار، ما يجوش ناشفين لي با. وانا كي نديرها في البلا واش ندير؟ لاصوص تاع شامبينيون هذه اللي خدمتها واش نديرها؟ نديرها في البلا من التحت وندير لي طاكلياتيل تاعي اللي كون داير لهم ديجا لاصوص دو فرماج وندير لهم الحشو لداخل هذا السلق. نديروا الحشو لداخل وندخلها داخل الفرن. راح تجي وصفه بزاف شابه وبنينه، غير جربوها. نستقبل اتصال. الو مساء الخير.
الو الو مساء النور. مين؟ مش راكي لاباس؟ بابا الحمد لله. شاكي مع الصحة؟ ماما مولاكم شكم؟ لو بليسي غي بارتاجي. فرحانة بزاف بزاف. ولا حتى انا اللي فرحانة كي حكمتينا. اه صافي بليزير الله يسعدك. وحش بزاف وحش بلادي وحش الشعب الجزائري. هاكا راني فهمت بلي مراكش تصل بينا من الجزائر صح منين راكي تصل بينا؟ نعم. قلت لك دوكا هكا من هضرتك راني فهمت بلي انت من الجاليه بصح منين اكزاكت؟ منين راكي تصلي؟ انا من طايف. انا باري مرحبا بك. من طايف اكزاكتومون من سلمى. مرحبا بك خيار الناس وش راكي؟ بديت انا البلوك وليتاج باش نجي ليكم. الو تفضلي يعني نسمع فيك. قلت لك مرحبا بك وش راكي وش من الجاليه وش من افاني؟ الله الحمد لله الله يهديك. عايشة في فخر في جرديزات مش بخيزون في بيعي تسلي بلاجي في جرمتكم وفي ندير كنت من عندكم فخر في جرديزات الله لا جهة هذا ونخل فخر في جرديزات ونخل في جرديزات ونخل في جرديزات ونخل في Et c'est la première fois que ça fait plaisir. Le plaisir est pour nous. Merci. 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 Le plaisir est pour nous, madame. L'animatrice est très mignonne et très gentille. Merci beaucoup. Je me dresse. 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 ميرسي بوكو مدام ربي يخليك ان شاء الله وان شاء الله تجي البلاد تلقاي كامل لافامي بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي ان شاء الله وان شاء الله تجي تشوفينا من الجي وتعيطي لي وي تفضلي mes enfants, je suis Sabrina, je suis la licence cette année, je les embrasse très fort. La famille est la famille Abachi, les Rémiens, spécialement pour les plus tôt. Inch'Allah, ils nous sommes avec ma chérie. Voilà, spécialement sur eux. Merci beaucoup, Inch'Allah, ils nous sommes avec ma merci. ان شاء الله يا رب جزاك الله خير ميرسي ميرسي ان شاء الله يا رب تبقى على خير نرجع لك شافي فوالا كيما شفتوا لي طاقليات تاعي طيبتهم 8 دقائق ما طيبوهمش بزاف حتى وين يولوا يتلاصقوا والوصفه تاعكم راح تجيكم ماشي شابه نزيد لها كام دو فروماج اللي خدمتها كما قلت لكم درت فيها كاس تاع كريم ليكيد مع دو موديل تاع فروماج فروماج جو غريير وفروماج جو تاع الثوم فوالا انتم واش عندكم فروماج ديروا لها ماشي مشكل تقدروا هذه الوصفه تقدروا ما ديروهاش في الفور ديروها غير هكذايا وتميلونجوا لها السلق برك انا السلق هي اللي درت له البيض ندخلها غير شويه في الفور ما تطولش برك في الفور هاد 10 دقائق ونحيها شوف بصح زعما اللي ما عندهاش سلق وحبت تجرب عندها لي بات عندك واش تقدر دير هذه مع لاصوص هذيك فوالا هذه صوص دو فرماج ديجا هكا راهي تشهي هكا فيها ديجا هكا ديجا راه طابق هكا كي زدت لها صوص دو فرماج ديجا راهي تجي بنينه بلا ما نزيد لها السلق بلا ما نزيد لها حتى حاجه ولا تقدروا في بلاصه السلق ديروا لها فيونداشي المهم انتم الحشو ديروا اختياري كما نعرفوا السلق يمشي بزاف مع لي بات كما لي رافيولي كما لي رافيولي شتيهم راهم يجوا مخدومين الداخل فيهم بالسلق صح انا قلت لكم هذا راهو ديجا ولا غير راهو طابق طابق شاف لي بات تاعنا طايبين زدنا لهم كريم تاعنا فروماج وراهي رانا الحين نديروهم ينطيبوا في الفور لكن انتم زعما الا ما عندكمش السلق وحبيتوا تجربوا الوصفه دائما نقول لكم ما تكلفوش نفوسكم وتقلقوا روحكم ما عنديش هذه ما نجربش وصفه لا لا جربي اختي جربي وديري الوصفه فوالا نديروا لاصوص هذه من تحت داكور صوص دو شامبينيون هادي درت لها غير الشامبينيون ولا بصل مسك الفج شامبينيون كركم فلفل الكحل شويه تاع الملح درت لها ديروا لها زوج سنينه تاع ثوم وديروها طيب برك واش ديروا البصل الاول طيبوه مليح باش تزيدوا له الشامبينيون
شامبينيو كيما نعرفوه كيشروه من لي بواط واش ديروه شلوه وحطوه اكوتي فوالا واش نديرو هنايا نيفين نحكمو يطلع لي ياتيل تاعنا نرفعهم الفوق فوالا هكذايا ومن بعد نديرو لهم هنا حفره باش نحط هذاك الثقل في الوسط فوالا دوك نوري لهم كيفاش يديروا له هكذا غير بيتكم خدموا صافي نحيو هذه باش يقدروا يحكموا كذا ويشوفوا مليح فوالا ونديروا السلق هذاك لافاق تاع السلق هنا لداخل فوالا كيفاش يجي نزيدو نحكموا الدوزيام سمعنا حنا كي نرفدوهم طلعهم جوغ كمية صغيرة كي تحطهم في لو بلاتو فوالا بعد يخدموا بيدهم هكذايا برك راهي سخونة ما قدرتش فوالا هكذايا نعطيك فوخشات ولا؟ نو سي با لا بان ونديروا الحشو تاعنا هذا في الوسط في الداخل نحطوا كمية قليلة تاع نسق ماشي بزاف ديروا كمية بيان سور حشو فوالا قلت لكم جات غاشية هذيك هذيك جات ما شاء الله فوالا غير هكذايا بالمغرف ولا فوخشات ولا ديروا لها حفرة هنا في الوسط وانتوما درتوا ان غراتان تاع لي بات بزاف بزاف بنين سيرتو زعما في رمضان ولا كو دومونديتو بزاف لي غراتان جبت لكم انواع تاع لي غراتان هاكا غير بلي بات تقدروا تخدموا اون بليس صحي ثاني صحي السلق مليح شوف كل حاجه نحضروها في البيت تقعد صحيه يا لو كان ما بعيش انا تقلي بيضه بفضه تقلي نو كاين بار اكزومبل كيما القليان على بالنا القليان ماشي صحي بار اكزومبل القليان ماشي صحي مي السلق هكذايا السلق على بالنا بلي صحي بلي فوماج وجبت لكم اليوم سلطه لاصحاب سونغلوتان طلبتوا مني بزاف تاع سونغلوتان اطباق راني جبت لكم سلطه الكينوا يعني حتى كي تشوف الحبات شاف تاع هنايا كيفاش يتنفخوا ابخي فيها ارز نيفين فيها ارز الاحمر الكامل هاونيك فوالا شوف كيفاش يجي كيفاش يكون من قبل وكيفاش يولي كيفاش يكون من قبل فوالا يكون كيفاش يتنفخوا الحبات هذوك تولي زاكيه ابخي كي تبغى تدخل الكميه ما تكفينيش هي اصلا الروز ولا الكينوا ولا واسمها اللي درتها البارح حبوب الشيا كاع يتنفخوا كاع هذو الحبوب وكاع ملاح وكاع صحيين فوالا نديرو هنايا السلقه تاعنا كيما نيفين اليوم ما تاكلش الوصفه هذه باسكو فيها كاع فرماج ما نضرش بها كان ما ننويش نضر بها اليوم ما تنويش قلت لك فوالا اللي تبقى لنا نديروها هنا في الكوانه عرفيتها هنا في الكوانه عجبتني هذه في الكوانه يا ودي البارح وحده بحث لي ميساج على الرولو كي قلت لطاطانا ما جيبي لي الرولو قالت لي جبت لنا قال المصطلحات على لا ماسوندري من بعد وحده كتبت لها قالت لها قالت لها خاصه البرويطه ضحكني كومونتير هذاك تحياتنا الاخت اللي كتبتها صافي بليزير احنا قلت لها احنا الدرجه تاعنا هكا انا نهضر هكا الدرجه تاعنا تحياتنا الاخت اللي كتبت الكومونتير هذاك فوالا لي كومونتير يكتبوا لك كومونتير بالضحكه ماشي اللي يجي الكومونتير اللي يجرح حنا ما نحبوش لي كومونتير اللي يجرح كومونتير تضحكوا معانا معليش ماشي مشكل نتقبلوهم بصح كومونتير اللي يجرح الانسان تدخلي له في الشخصيه تاعو نو هذاك ما نحبوهمش لي كومونتير هذوك ما نحبوهمش مي كومونتير تضحكوا معانا هكا ماشي مشكل راكو خواتاتنا وخاوتنا نورمال ماشي مشكل نتقبلوهم يعطيك الصحة شاف هشام وتحية كبيرة اللي راهم يشوفوا فينا في الفيسبوك في المباشر اللي دائما موجود في لاباج موجود عفوا في لاباج اوفيسيال الشروق تيفي تلقاوها دائما حتى كي يخلص المباشر تلقاوه موجود وحتى العدد اللي قبلها تحية ليكم كبيرة اللي راح ترافقونا طيلة ساعة ونص ان شاء الله دوز خفيفة وظريفة ما نكونوش تقال عليكم فوالا بواسطتنا واصدقنا اللي جبناهم لكم اليوم فوالا الكمية هذه تاع صوص الفرماج اللي بقات نزيدها هنايا نفرغوها من الفوق نزيدها فوق هذو اللي درتهم في الكوتي ولا حبيتو تزيدوا لها فخوماج غابي زيدوا لها برك انا ما حبيتش نزيد لها فخوماج غابي باسكو راهي كاع فرامج فيها كاع لي كاليتي تاع الفرامج
فوالا ومام تبقى لنا يبقى لنا شبح تاعها فوالا كيفاش تجي لو كراتا تاعنا تاع لي طاكي لاتيل بالسق. هاو الوصفة الأولى تاعنا. الوصفة الأولى تمت بنجاح، روحوا الوصفة الثانية. الوصفة الأولى تاعنا راه جاهزة هاو الشكل النهائي تاعها كيما راكم تشوفوا فيها. هاو كيفاش درناهم، درنا السرق في الوسط، هادوك تاع لي كوتي وينكم تشوفوا لا كخيم. فوالا. يعطيك الصحة شكي هشام، نستقبلوا مكالمة. ألو مساء الخير. ألو الخير. مساء النور. ألو. تفضلي. ألو مساء الخير. الخير يبين وشراكي لاباس؟ ولا غير لاباس الحمد لله، وانت وشراكي؟ يعطيكم الصحة، ولا الحمد لله يعطيكم الصحة وشراكم تقدموا. يسلمك حبيبتي. تعيش يسلمك. نادية. تسلموا عليها شاف نادية بزاف بزاف. يعيشك. ميرسي بيان، عيطت لكم بس نقول لكم ميرسي على راكم تلعبونا وتعلمنا منكم بزاف. الحمد لله شرف لينا كي تصلوا بينا وتقولوا لنا نتعلموا منكم وانا نستفادوا منكم والبصله فاتهم ينجحوا لنا. الحمد لله يا ربي. الحمد لله ولا قاعدين نجربوا وتعلمنا بيان. الحمد لله يا ربي، ان شاء الله الى المزيد من الوصفات نزيدوا نتعلموا اكثر. وقولي للشيف انت تقولوا قسطنطينه يقولوا قنوط. قنوط كل واحد قرنوط. قرنوط داك الله يبارك فوالا. فيني تقول حد في القرنوط. صح كل منطقة واللهجة تاعها وكيفاش يقولوا كل واحد كيفاش يهضر. حنا باش حنا نهضروا حنا لنا حنا في ارو شاف نهضروا بالدرجة باش كاع الناس تفهمنا. طبعا ماذا بنا العالم كامل يفهمنا ويفهم اللهجة تاعنا. فوالا فوالا كاين بزاف لهجات دوك حنا ماذا بينا نهضروا بالدرجة تاعنا باش الناس تفهمنا. لا والله نفهموا فيكم ويعطيكم الصحة. فوالا. لكن لازمنا نتعلموا الكلمة تاعكم. صحة مع نادية نعيط لكم في البنات. يعيشك انت اللي زينة. والله ميرسي بيان والعفوية تاعكم هي اللي خلات الحصة تنجح. الحمد لله. تعيشي الحمد لله يا ربي كنعرفوا البرنامج تاعنا راه ناجح وراه عاجبكم الدنيا وما فيها. يعيشك ميرسي بيان. نبقى على خير ميرسي. هيا في لاباس. تعيشي نبقى على نرجع لك الشيف هشام. ما راه قرنوط قرنوط فوالا لو غول ولا لا غولات ولا كل بلاصه كيفاش نقولها احنا. انا هضرتها بالدرجه ديرك باش يفهموها. يا غولات عجبتني كاع ضبطها لهم ديرك بالدرجه. فوالا بالدرجه باش الناس كاع تفهمنا. داكو شيف نبداو بالتحليه من بعد نروحوا لاصالاد. سهله لاصالاد ميلونجي برك. نبداو بالتحليه باسكو فيها شويه خدمه. داكو فيها لازم نطيبوا ونطلعوا لاشونتي واسمو كريم ليكيد. داكا نحو لها كاع واسمو تاعها. عجبتني لا فريز شاف شبا. يعطيك الصحة. الله يسلمك شبا. شيتا عند واحد شاف ثاني مرة نرماركي بلي تعرف تخير لا فريز. والله غير هو خيرها لي اللي نشري عنده نديها له تحية. المرة اللي فاتت كنتي انت. لا لا يعرفني. شوفي عندي شوف في الدوره عندي الخضار عندي الخضار واللي نشري عليه الفاكهه يعرفني باللي نخدم في لا تيليفزيون صافي يعطيني دائما حاجه شابه يعطيه الصحه. يقول لي باش يقول لي باش تبريزونتي على باله باللي نخدم في لا تيليفزيون هذه راني راح نطيب بها هنايا في لا تيليفزيون صافي توجور يعطيني حاجه تكون شابه. انا نجي معاك نروح نشري ارواحي ما تقدر هكاكم تسمع قال لكم يديروا له الوجه هشام كاسي يخيروا له الحبه المليحه قلب الحبه كما نقولوا. عندي الخضار تاعي من زنقة العرب واللي تاع الفاكية في الدودانة تاع ابو اسماعيل في طريق فوكا نشري من عنده هو. الحمد لله هذاك هو الصح صافي بليزير. خصنا قضيان نتاع نبعثوك شاف ماشي منا وراح لي كيف اللي خصو قضيان نبعثو الشاف هشام نجيب لكم غير الشباب. شوف هاي صح عجبتني هذا شابه ما شاء الله حمراء وكبيره الله يبارك. مولف تدخل شويه روطار مي سنا دخلت على البكري لافراز. الفاكهه اليوم من هذا العام دخلت. لا 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 سيرتو لافراز لافراز دخلت على البكري. هي نعرفوها لافراز بكري كنا ناكلوها من ربيع لربيع مي دوكا رانا ناكلوها طول طون. الله يبارك ربي يزيد الرزق ناكلوها في الشتاء. ناكلوها في الشتاء تحبي لي فراز شري لي فراز. فوالا واش ندير هذو نقطعهم نجيب قصرونه قصرونه نقيه. فوالا عندي قصرونه نقيه هادو نطيبهم انايا مع نحيو هادي شاف باش يقدروا يشوفوا. واش نديروا لافريز هادي نيفين نطيبها مع ندير لها شويه سكر وندير لها زوج مغارف تاع الفلون فلون فلون غو فريز
خطوها صغيرة. نستقبل اتصال. ألو مساء الخير. ألو. أول وفي البداية نقصي اللاتيلي من فضلك واسمعيني من تليفون. ألو. ألو. من فضلك نقصي اللاتيلي واسمعيني من تليفون. أهلا. صحيتي وش راكي لاباس؟ موتي من فرنسا. مرحبا بك، اليوم جالية راكم الله يبارك، راكم بقوة. ربي يخليكم إن شاء الله. أختي أنا نشكركم على الحصة. لا شكر على واجب. نعيشك. من فرنسا. تفضلي نسمع فيك، تفضلي. شوف هشام على الوصفات اللي درنا فيها. لا شكر على واجب أختي. أنا هنا على جالكم أنتوما. باتفيتي هذه كنديرها بالزبده نورمال تجي كيف ولا لا؟ لا باتفيتي عندها زبده تاعها سبيسيال تاع الفيطاش باش ما باش ما تغلطيش اختي. شري زبده كاينه ديسبوندي سورتو انتم عندكم في الاوروب عندكم كاع لي كاليتي تاع الزبده. زبده تاع الفيطاش مكتوبه فيها زبده تاع الفيطاش. احنا اونسو وتلو كان راكي هنا وديريها بمارغارين ماني الفماني تاع فريطاش باسكو حايله ما شاء الله. شكرا نشكركم على الحصه راكم ديرنا معني بليزير. والسونا العفو حبيبتي ما نوقفش البلاد انا نجيب لكم ريحه البلاد لعندكم. معليش نهدي اهداء على السريع. تفضلي نهدي اهداء لفامي حمدي كلها وام ياسر وأختي صغيرة ومرت خويا كلها حمدي. شكرا حبيبتي يكونوا كامل يسمعوا فيك تلقاهم بخير تبقى على خير. حشناها ياسر حنا. ربي يخليك. ربي يرفع علينا هذا البلاء والوباء. آمين يا رب. إن شاء الله. على خير. نرجع ليك الشافي شنو فوالا قطعوا لي في راسي كيما راكم تشوفوا فيا نقطع فيه. فوالا هذا بيض الفوقاني. نقطعها رقيق هكا نيفين شهاها لي فرز بصحتك نيفين. فوالا نقطعوا لي فرز تاعنا كيما راكم تشوفوا هكذا نديروه ديريكت في كاسونونو هكا. تحليه خفيفه هذه وسهله ماهيش كومبليكي. نديروا معاها زوج مغارف لا زوج مغارف تاع الفلون فلون فغاز فوالا. نزيدوا معاها ملعقه تاع السكر فوالا هكذا. وهنايا هذه ملعقه تاع المايزينا هذا نطيبوه نزيدوا معاه الماء وراه الكاس هذا فوالا. نوجد هنا على فغاز درنا فيها زوج مغارف تاع السكر ودرنا فيها المايزينا فوالا. نديروا الماء تاعنا نديروها في الفرن. نجيبوها في الفرن تاعنا نطيبوها من هيك. اي فوالا نجيبوا لا تريس تاعنا. تفضل منا. باردون. فوالا درت معها زوج مغارف تاع الفرن مغرف سكر ومغرف تاع المايزينا ونديروا الخليط هذا تاعنا يطيب. انا واش راح ندير دوكا نطلع لا كريم ليكيد. طلع كريم ليكيد. قالوا لك خمني كي تسمع هذا نحيها لك من الطريق. كريم هذيك خليها اكواتيف ماك نطلعوا لا كريم ليكيد تاعنا. نحطها لك من هنايا باش تطلع بنا. نستقبلوا اتصال. الو مساء الخير. الو مساء النور. سلام وش راكي؟ لاباس الحمد لله. وانت يا وش راكي؟ كلنا لاباس الحمد لله. الحمد لله يا ربي. منين راكي تتصلي بينا؟ لاباس. منين راكي معانا؟ من سوق هراس. مرحبا بك ناس سوق هراس. وش راهم صور ناس سوق هراس بخير؟ انقطع الخط للاسف. تحيه كبيره لكامل الناس سوق هراس والشرق والشعبيه والغرب وكامل الولايات كما على بالنا. الله يبارك بلادنا كبيره شاسعه وواسعه. واش ندير قلت لكم لي فرز جيبوا عندي هنا كيلو تاع لي فرز نحيت شويه منه قطعته مكعبات صغار درته في كاسرونه حوالي لهنا درت حوالي 400 غرام
درت معاه مغرف سكر وزوج مغارف تاع الفلون فغاز ودرت معاه مغرف تاع المايزينا فوالا نديروه فوق النار نديروه يطيبو كي نشوفوه بدا يغلي نحوه ومن بعد انا واش ندير دوكا نطلع لا كريم ليكيد تاعي لا كريم ليكيد شرو لي فيها 35% لا ماتيير غرا هي اللي تطلع لكم ولازم تكون بارده باسكو الا كانت سخونه لا كريم ليكيد ماش راح تطلع لكم سمع هذيك كريم ليكيد شاف انا عجبتني القرعه قرعه اللي عمرتها عجبتني ايه كريم ليكيد علاش الزاج كي ديريها في الزاج ديريها في الفريجيدار تشد البروده فوالا سي بور سا نحبها في القرعه تاع الزاج نستقبلوا اتصال الو مساء الخير مساء النور واش راكي لاباس الو الو خير تفضلي واش راكي لاباس لاباس كل عليكم كل الحمد لله وانتي واش راكي لاباس يعيش وش راك الحمد لله اختي ديالها بس خليك يعيش ربي يعطيه القوه والجاه امين يا رب امين ان شاء الله يا رب امين يا رب امين وانت منين راكي تصلي معايا بينا؟ العنابه مرحبا بكم مرحبا بلاش عنابه قولي لي برك وحده ايما قبل ما تقولها لي ها؟ كاينه واحد متصله ما تعيط من بيتنا من عنابه اللي ما تقولي ايما اه هضرتكم حلوه ما شاء الله ينخرج العنان جاب الجاب ربي يخليكم يحفظكم ان شاء الله واش راكي حابه تشوفي معانا ندير ظلمه قرنوش ديرها ما يبقاش قرنو لا تسعد ما نحكم طيب طيب فيه بزاف ديري له بيض انت ديرو بيض معك شويه ديري له ديري له ديري له بياض البيض باش يشد لك ها قرنون مع الحمه ديري له بياض البيض فوالا ها سمع السرت حاب باش نطلق لها لا ديال داخل القانون هذه بياض البيض ديري لها شويه بياض ديري لها بياض البيض و دي عمري فيون داشي تاعك في القرنون بالك ديرها جاريه لا لا تبدل لها شاط لي شوفي شوفي دوك نفهمك فيون داشي تاعك لازم ما يكونش ليكيد كي ديري فيون داشي ديري معاه بياض البيض مع عدنوس في الكحل الملح وديري معاه شويه لا شابلير وديري معاه شويه تاع الزيت باش ما يجيكش فيون داشي تاعك يابس ديري معاه شويه زيت وفيون داشي تاعك لازم يكون يتلايم ماشي لازم يكون ماشي لازم يكون جاري باش يشد لك في داخل قرنه فوالا هذه هي الوصفه يعطيك الصحه هذا ما يقولش كي حبه ربي ينجح لك وليدك يصلحولي يصلحولي يصلح له رايو ربي يصلحه لك ان شاء الله ان شاء الله يصلح له رايو الجزائري كامل يدعي لك ان شاء الله يا رب ان شاء الله ربي يصلحه لك ويصلح له رايو ربي يخليه لك ان شاء الله عايش كان يبين ربي يعطيك الصحه ويسلمك ما شاء الله عليك ربي يعينك ربي يحفظك خالتي تعيشي يعطيك الصحة على خير معكم امين امين يا رب نرجع لك شكرا وانا خلي نعاود نشعل لو بيتخان تاعي اجل الابل حبستو نطلعوا لاكريم ليكيد مليح نزيد لها مغرف كبيرة تاع الفلون باش يجينا كيما نعرفوا لاكريم ليكيد تجي شوية صامتة ماشي شويه صمتة هي تجي صمتة باش تجينا حلوه في ليفيلي تاعنا نزيدوا لها مغرف فلون يكون فراس ولا ما عندكمش كريم ليكيد تقدروا ديروا لا شونتيي وديروا معاها لوغو تاع الفراس فوالا نزيدوا معاها مغرف تاع السكر شوف هذه بس عقد لنا هاي ديك شوفوها كيفاش راهي كيفاش هو الشكل تاعها بعد ما درناها عاد تعقد لنا ولا شفتوا لا كريم ليكيد انا نعطيكم هادو لي زاستيس باش ما اون كطيحوا في الغلاطه ولا طيحوا في كريم ليكيد ما تطلعش زيدوا لها لا شونتي كريم ليكيد راهي هاك دور وزيدوا لها مغرف ولا زوج مغارف على شونتي داكوغ شوف هادي شاف راهي فوالا هادي سي بون طابت نعمرو بها لي فيرين تاعنا عندي هادو لي فيرين تفضل منا دوك نجيبهم لك شاف تفضل
قال نعمرو لي فيرين تاعنا هكذايا. هادو نورمالمون واش نديرو؟ نحطوهم اكوتي يبردو. شوف عاوتاني هادو هفوني ما حسبتي فيهم الماء. كيفاش؟ هفوني حسبتي فيهم الماء. لا لا هما يجوا خشان من الداخل. فوالا بخي كفتها قلبتها لقيتها فيها في الماء. هادو عند خونا سليم. انا نعمرو لي فيني تاعنا. ومن بعد نديروا لهم لاكرام هذيك اللي طلعت لازم نشوفوها تطلع كيما لاموس. داكور. في الساعة نيفين؟ الساعة؟ 20. فوالا. هذا دابا كيقولنا ثاني شحال دخلنا الوقت باش نعرفوا نديروا حسابنا. فوالا نعمروا الليفيني تاعنا نخلوهم يبردوا. ومن بعد نعمروا لهم لاكرام هذيك اللي خدمتها كريم ليكي. باش نديروا لاكرام ليكي تاعنا لكن بعد الفاصل بقاو معنا ما تبعدوش. هم كيفاش داو لي فيرين فوالا هاو ليك الشكل تاعهم كيفاش يجي لابخي ساعه كانت شدت روحها بون شدت روحها جاها كي نبوجي الكاس ما كان والو فوالا شدت وحكمت راحها واه حكمت راحها لا حكمت راحها شاف هي دوك تشد روحها باسكو علاش واش فيها فيها بايزينه وفيها الفرن نحطوها اكوتي نروحو نخدمو لاصالات تاعنا ما بي تطلع لنا لاشونتيي نجيبو ان ريسيبيون واش نديرو فيه نديرو فيه هادو حبوب بالكينوا مع الاروز راني غليتهم ديجا شوف كيفاش يطيبوا هذوك الحبوب يطيبوهم نورمال في الماء يديروا الماء يغلي شويه ملح ويطيبوهم نورمال كيما الارز هما ديجا فيهم الارز الكامل الارز الاحمر فوالا كيفاش يجوا وهذه تاع هذه سون غلوتان داكور نديروا معاها طوماطيش هذه مقطعها هكذايا نزيدوا معاها مرشي احمر صحه ونميلونجو كاع هذا الخليط تاعنا ندير معاها شويه ملح باسكو غليتها بلا ملح شويه ملح ومن بعد نخدموا لا لاسيزون تاعها عندي الخل عندي خل الكراميل هذا خل الكراميل خل الكراميل فوالا او كاين ديسبوني بيتباع ولا ما عندكمش خل كراميل ديروا له اي خل يكون عندكم مي خل كراميل راح يمد لنا فيها في السلطه يمد لنا بنا شوف نزيدوا زيتوا لا فيتاس بالفرن او زايد نورمالو يزيد بزاف فوالا لازم تبقى واحد يبقى كذلك لازم خليها خليها سيدي واش ندير انا عندي لي زافوكا هادو فوالا فوالا باش نحى العظمه ضربوا بالموس نحى العظمه تاع لي صابوك داكا دوك خلاص نحى بالمغرفه تفصيل واش نديرو نحو لي صابوك تاعنا فوالا القشره هذه تاع هذه القشره تاع لي زافوكا ما تقيسوهاش واش ديروا نشفوها تقدروا بليطر تخدموا بها سلطه الافوكا وديروا كوم فوالا ديروا تخدموا لي زافوكا تاعكم بلا سيزون كاع تعمروها وتحطوها هكذايا في الطبسي تجي حاجه شابه وبريزونطاب فوالا كاينه معلومه فاني وراها لي صباح اللي شريت عليه لي زافوكا باش تعرفوهم بلي جايين خضوره لداخل لهنايا من الفوق كي تنحولها القشره هذيك تاعها هكذايا تلقاوها فير
ولشتوها كحله عرفوا باللي لي زافوكا لداخل راح تلقاوها كحله شو طايبه بزاف. لازم نلقاوها لا هنا منين تنشد الحبه تلقاي واحد القشره تنحي هذيك القشره تلقايها بار صافي لي زافوكا تحكم راهي فا بصح كيما صدق الحال راني لقيتها فا. استيس انا تعلمناها مع الشيف هو قال لي قولها لهم بلاتي دي بيزو فوالا هاي فا هنايا تكون فا قال لي قولها لهم قلت له ماشي مشكل نقولها لهم والله العظيم اتنحات وحدها هذه تجري بس طيبه فوالا طيبه وباش نحو واش كاين داخل بلا كليير كيما راكم تشوفوا شافي كم كشاوي نحي منها هذه سلطه جد صحيه المكونات حقه صحيه لي زافوكا فاني ملاح فوالا لي زافوكا فيها بزاف فوائد لاكريم ليكيد ماشي حاجه شابه واش نديرو لي فين امري لي غلي فيرين دوك بالمغرف هاكي تفضل امريهم من بعد هما كي ندخلوهم في الفريجيدار راح يشدو روحهم فوالا اصبر شي حكموني هكذايا نقطعوا لي زافوكا هنايا هكذايا نقطعوها هكذا دي كيب صغار شاف تجي هكا الطبقه من الفوق فوالا زيدي شويه بيان سور زيدي شويه ومن بعد نشبحوها بحبات تاع لي فريز داكا سورتو لوغو تاع الفلون نيفين لوغو تاع الفلون يمد بزاف يمد بنا في لي فيرين تاعنا يحبوا يعملوا لي فيرين بالاشكال ولي بوش ولي دوي اللي يحبوهم هما فوالا هذيك كيما تحبوا نعاودوا نرجعوا لي زافوكا تاعنا بعد ما قطعناهم نرجعوهم هنايا فوالا نسقوا لي فيرين الشكل تاعهم من الفوق وهذاك الزائد اللي على لي كوتي كيما على بالكم دائما سقموه بابي على فان كيما كي نديروا نقدموا الطبسي دائما مسحوا له لي كوتي فوالا شوف هي كي تعمريهم زيدي لهم الخليط هذاك تاع من الفوق باش يجوا زوج طبقات تاع لي فريز في الوسط تجي طبقه تاع لاكريم ونشبحوهم من الفوق بحبات تاع لي فريز تكون جابه فوالا واش نديروا هنايا نجيبوا الطباسه هادو نجيبوا الطباسه عندي لهنايا خل الكراميل عندي الزيت عجبتني الزيت الزيت باللغه العربيه عجبتني الزيت نديروا لها شويه تاع شكلتها الزيت الزيت فوالا نديروا لها شويه تاع الزيت وفلفل الكحل اين هو الفلفل اين انت انه هنا يا هشام فوالا نهضروا باللغه العربيه شويه نيفين لماذا يا نيفين فكرتيني في ليك البكري فوالا لا سيزون متاعنا درنا خل كرامة درنا شويه زيت ودرنا بون درت الملح ديجا ودرت معاها شويه تاع الفلفل الاسود هذه واش ندير معاها ندير معاها لي زافوكا ندير معاها الثوم هكا سنينه تاع ثوم نديروا معاها الزيت ونخلطوها بالفورشيط هكذا يا عرفتي لها العفسه نيفي وي ابخي نتاعها جوست هاد الزائد بون شوفوا لو غراتان تاعنا هذاك تفضل نعم ذكر المشاهدين تاعنا بالوصفات تاعنا واش درنا اليوم درنا غراتان بات بالسلق فرماج طبق يعني كيما نقولوا متكامل طبق كامل فوالا ماشي لازم يكون عندكم الحم والجاج باش ديروا طبق وتتعشى ولا تشتو درنا طبق غني بالفيتامينات بلا لحم بلا دجاج نستقبل اتصال الو مساء الخير الو مساء النور الو السلام عليكم اختي وعليكم السلام واش راكي والله غير لاباس الحمد لله شكي مع الصحه
نقصي لا تيلي من فضلك وسمعيني من تليفون. لا بس الحمد لله. نقص اختي او نقص. هاني نسمع في روحي اني قاعده عندك. منين راكي تصلي بينا؟ يعطيكم الصحه واش راكم ديروا؟ الله يسلمك. على واجب. ما يسلمك اختي، عجبني هذا اللي راكم ديروا فيهم. وش رانا نديرو؟ انا في التحليه دوكا. تحليات تحليات الافراز. الو. يعطيكم الصحه. الله يسلمك. عجبتك؟ عجبتني ولا عجبتني؟ الحمد لله. لازم تجربيها بصح. نجربوها. يا ان شاء الله. ان شاء الله. وش راكي حابه تشوفي معنا؟ ما يسلمك. ما يسلمك. ان شاء الله. يعطيكم الصحه. يسلمك، بقى على خير، تعيشي. فوالا واش نديرو؟ نجيبو ان بورت بياس. بون انتوما دريساج دريسو كيما تعرفو انتوما، نوريلكم طريقة برك انا كيفاش تدريسو. نجيبو لي زافوكا تاعنا نديروهم هنا من التحت. ان بورت بياس توجور دهنوه شوية زيت باش ما يرسقلكمش. الكراتان تاعنا كيما راكو شتوه راهو طاب ديجا، راني نحيتو. زيدو نعمرو طبقة واحدة أخرى كيما قال لي الشيف هشام. فوالا نجيبو الخليط تاعنا هذا تاع حبوب. فوالا نعمروه مليح. هكذا وابيو مليح عليها في لامبورت بياس هنايا باش كي تنحوه يتنحى الاز وما يطيح لكمش. داكور. فوالا سلطة هذه مليحة قلت لكم سون غلوتان. ديجا كي تشروها مكتوب فيها سون غلوتان. واش ندير هنايا؟ نرفدها. هاو لي فيغي شفنيها هي تاعهم كيفاش يجوا، طبقة فخيز، طبقة لا كخيم، وطبقة واحدة أخرى تاع فخيز. فوالا كيفاش تجي السلطة تاعنا، ومن بعد نشبعها دوكا هنا من الفوق ب طوموات سوريز. وهاي الشلاطه تاعي. عطيها باش تحك بالك يطيح لك. فوالا هاي السلطه تاعنا كيفاش راهي الشكل النهائي تاعها. مازال دوك نزيد نشبعها بشويه معدنوس وشويه تاع طوماطيش سوريز. وحنا كملنا الوصفات تاعنا. ليفين يعطيك الصحه، راكي مساعدتني. يسلمك خويا. باسكو وحدي ما نقدرش، سيرتو كي تكون اطباق فيهم هكا دريساج وتكون فيهم خدمه ما نقدروش وحدنا. مي نيفين ما يعطيك الصحه نيفين. يسلمك خويا هشام. شكرا على وجودك معنا باش نتعاونوا. معاونة تغلب. راكي مساعدتنا ما شاء الله. ربي يحفظك لوالديك ان شاء الله. ونعمرو قلت لكم نعمرو البورت بياس تاعنا مليح ونافيو مليح على لا صالاد هذه هنايا باش ما كي تنحوا البورت بياس تاعكم ما يطيح لكمش في الجنب. فوالا. وانتوما اختياري، حبيتوا ديروا لها طوماطيش ديروا لها، حبيتوا ديروا لها طرشي خضر ولا طرشي صفر، واش عندكم انتوما، واش عندكم انتوما في الدار باش تجيكم شابه، ديروا لها ديروا لها الطرشي الاصفر والطرشي الاخضر. فوالا نيفي تاعنا موجودين. يعطيك الصحه نيفي، جو ما شاء الله. داتها لي نيفي اليوم خلاص. دوك هكا واش ندير انا؟ هذوك يبقاو برك نشبعهم بحبه لي فراز من الفوق. لي فيني تاعي شفتو ما شاء الله يجوا فيهم زوج طبقات تاع لي فراز وطبقه الداخلانيه تاع لاكريم. فوالا الاطباق تاعنا راهي جاهزه شيف. فوالا نزيدو نوري لهم برك كيفاش يديروا لا طوماط. هاوليك موس شيف. راني شويه فوالا هذا يرجع شابو من الفوق. فوالا هكا نديرو هذه هنايا ديروا هكا معليش. نذكركم بالوصفه تاعنا اللي نهار اليوم. بون لو غراتان تاعنا واش درنا فيه؟ غلينا لي تاكلياتيل تاعنا كيما شفتوا، الماء والزيت الملح ونفرغوا لي بات تاعنا هذوك لي تاكلياتيل، خليناهم تغلاو. وبعد ما تغلاو
زدنا لهم السلق اللي كان طيب وشاف من قبل، وزدنا لهم الفخوماج ريكوتا صح؟ ريكوتا عايشبات عليه فخوماج ريكوتا اللي قاكم المره الجايه راح يحضروا لكم معاكم صنع منزلي. خلطناهم مليح ومن بعد زدنا لهم لا كريم فخوماج واش كدار فيها كريم ليكيد والفخوماج الانواع واش يكون عندكم نتوما، ديروا لها فلفل الكحل الملح ما نديروش بزاف الملح لانه عليكم بلي فيهم كلش فيه الملح. خلطناهم وفررناهم في البلا تاعنا. في البلا تاعنا كنا درنا فيه لاصوص، لاصوص كيفاش حضرناها؟ بصل مسكرفج كركم فلفل الكحل والشامبينيون قليناهم مليح فرشناها هي الاول ما تفرشنا لي بات درناهم كي شغل عش في وسط دوك لي بات كي تحطوهم درهم مدورين وحطوه في الداخل هذيك السلق تاعنا وديروه في الفوق يطيب بصحتكم. لي فيغي تاعنا تاعنا راهم واجدين ولا صالة تاعناكم شفتوا شاف كيفاش حضرها معاكم. وهذه هي سلطة كما راكم تشوفوا فيها ما شاء الله جات شابة وجات بريزونطاب كيفاش وتحمر الوجه كما قلت لكم دايره دايره دايره. فوالا نديروا هنا شويه هذاك تاع طرشي الاحمر هنا كوم دريساج، نوريكم طريقه في الدريساج. بون مزيه كان عندي شويه وقت وريت لكم شويه دريساج، اكو تعرفوا ما كانش الوقت حنا عندنا في الو شيف نخدم لكم حاجه شابه في الدريساج، والدريساج يحب حاجه يحب لازم نروح بحاجه بالطبع لازم غير بالعقل باش تدريسي باسكو تاع غصب غصب ما ديري منا والو. فوالا نزيدوا لها وريقه تاع معدنوس وهنا ها هم وريقه معدنوس هكذايا هنا اكوتي، وزيدوا معاها طوماط سيريز هكذايا شبح. فوالا هادو هما السلطات تاعنا. نروحوا ليفينين برك نديروا لهم نديروا لهم حبه تاع لي فخاز. بون نغسل يدي مشطاره الطبق تاعنا كي شفتوها راهي جاهزه وكلش راهو واجد. شفتوا حتى الدغيساج تاع لا سالاد راكم شفتوها قدامكم وطريقه تاع تفضل شوف طريقه تاع التحضير تاعو وطريقه تحضير لا سالاد والدغيساج تاعها معاكم. ولي فيغين تاني كنتو شفتوا كيفاش حضرناهم قدامكم، مازال غير حبة تاع لي فخاز نحطوها لهم من الفوق حضرناها معاكم كلش راه واجد ما عليكم غير تشوفوا الشكل النهائي للاطباق تاعنا. لكن بعد الفاصل في طاولة التقديم ابقوا معنا وما تبعدوش. نرجع لكم بعد الفاصل القصير، راكم تشوفوا الاطباق راهي جاهزه راهي تشهي. يعطيك الصحه شيخ هشام. ميرسي نيفين عاونتيني اليوم. شكرا مشاهدينا الكرام اللي كنتوا معنا اللي كنتوا معنا ساعه ونص شفتوا معنا معكم معنا ولا معكم الاطباق اللي درتهم لي طاجيلاتيل هذو درتهم بالسلق كما راكم تشوفوا فيهم يجوا محشيين داخل بالسلق. عندكم بالهنايا سلطه الكينوا فوالا كيفاش خدمتها كيفاش دريسيتها نتوما ديروا واش حبيتوا درتها لي زافوكا. وعندي تحليه لي فراز بزوج اطباق وطبقه الوسطانيه درتها بلا كريم ليكي طلعتها مع زوج مغارف تاع الفلون. هادو هما اطباقينا اليوم، نتلاقوا نهار السبت ان شاء الله. نقول لكم جمعه مباركه نقول لكم جمعه مباركه والسلام. يعطيك الصحة شيف هشام. أطباق بزاف تشهي معنيا. غنقول لكم جمعة مباركة، أتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة ونتلاقاو نهار السبت إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير على خير.